وكنتمنى الصراحة، أنا الصراحة ما أترى بزاف، ما نكذبش عليك، حنتش هي اللي عندي. ولكن ما عدناش فلوس ديال الترويض، كاع ما عدنا الفلوس ديال الترويض، كاع ما عدنا، حتاش الترويض غالي بزاف. إن شاء الله غادير الترويض، إن شاء الله هادشي اللي كنتمنى من هاد الناس اللي كيتفرجوا فيا دابا، كنتمناهم يعاونوني ويديروني بحال بنتهم. ولا مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. كنتواجدوا في منطقة بوسكورة في قصة كتألم بشكل كبير، قصة ديال الشابة الجميلة اللي كتشوفوها ضحى. ضحى شابة طموحة، شأنها شأن أي مغربية، عندها 18 سنة، هاد السنة عندها الباك ما كملاتوش. ضحى خطأ شيئا ما، نقدر نقولوا هو صغير ولكن الثمن ديالو كبير. كانت مع الصديقة ديالها، ركبوا في مطار كبار، حادثة تسير، هي الآن في شلل نصفي. الأم ديالها نادية عندها جوج وليدات، عندها وليد وبنية، كتمنى الخير في هذه البنت وهي تقاوم الآن في المركز في الإمكانيات لا المادية ولا المعنوية من أجل الشفاء ديال ضحى. مشاهدينا الكرام، قصة كتألم، الحيتيات ديالها غنشوفوها معاها نادية. نادية غادي تعاودي ليا من الاول، ضحى كيفاش توقع لهادشي؟ السلام عليكم. ضحى كانت درية زوينة، كانت هز عليها تلبس تخرج المدرسة، كتمشي المدرسة، درية عفوية غير كضحك. منين وقع لها هاد الحادث، صراحة كيف ما كتشوفوا ما بقاتش كيف ما كانت، وتبدلت لها حياتها. ايوا الحمد لله على كل حال. شو اللي وقع بالضبط؟ عاودي هذيك الحادثة. جات عندها واحد البنت للدار وقالت لها يلا نخرجوا، خرجت هي وياها، جابت معها الصديق ديالها، هو عنده الموتور، كانوا راكبين بجوج في الماطر، تلاقاو، هي ركبت في موتور وبنتي ركبت هي في موتور، وداروا كسيده، بنتي دارت كسيده، الدري ما وقع ليه حتى شي حاجه، وبنتي وقع لها المشكل. كيف ما كتشوف دابا حالتها، حالتها كيف ما كتشوف، ما الله يدير شي تاويل ديال الخير وصافي. هي الان تشخيص طبي عندها شلل نصفي وكتقاوم انت في الترويض، كيفاش كديري مع هاد الامور مع انه انا عارف الوضع ديالكم ماشي في استطاعتكم؟ هي الصراحه ماشي في الاستطاعه ديالنا، وكنطلب من الناس يعاونوني حيتاش المصاريف كثيره، وهادشي كيطلب صراحه مصاريف، وانا كندير مجهودي مع بنتي باش ان شاء الله توقف على رجلاتها، وكنتمنى فيها الخير وبزاف الحوايج، وتا هي بغيتها ان شاء الله تصح وتوقف على رجلاتها وتولي بخير، تا هي وتمشي تا هي بحالها بحال البنات المدرسة. وكنتمنى الصراحه، انا الصراحه ما اترى بزاف، ما نكذبش عليك، حنتش هي اللي عندي، وعندي وليد واحد وكنترجى فيها الخير، وكنتمنى من الناس يعاونوني. الله يجازيكم بخير، حسوا بيا كأم، بغيتكم تعاونوني في هاد البنية. شحال المدة دابا وهي كدير الترويض؟ دابا مدة خمس شهور دابا باش كدير الترويض. تكلفة باهظة الصراحة، ما عدناش الصراحة، تكلفة باهظة، وانا كنطلب من الناس يعاونوني في هاد البنية تتوقف على رجلاتها. الله يسهل عليكم، الله يجازيكم بالخير، ديروها بحال بنتكم، وانا بحال اختكم، واعتبروني اش نقول لكم، الا عندكم شي وليدات حسوا بيا، حسوا بيا كأم،
صراحة معاناة كثيرة عانيتها ومازال كنعانيها صراحة، معاناة ديال بصح ماشي سهلة. كي كانت في المدرسة هي؟ مزيان مزيانة. هاد العام مشى لها الباك؟ مشى لها الباك ديالها، مشى لها الباك. كانت كتقرا ما مكتبش، ما مكتبش لها مسكينة. أنا غادي نبقى معك ضحى، صحيحة شوية دابا ضحى شوية الحمد لله، غادي تكسبي صحتك مازال إن شاء الله وغتولي بخير وعلى خير، وحنا معاك والمغاربة إن شاء الله غيشوفوك وتولي بخير وعلى خير وغتقراي وكاع داكشي اللي بغيتي تحققي لماماك وباباك توصلي ليه إن شاء الله. هادشي اللي كنتمنى دابا حاليا كنتمنى نوقف غير على رجلي، ما بغيت والو باش نوقف على رجلي ونولي بخير صافي. دابا شويه، دابا شويه بدات الامور ملي كديري الترويج شويه شويه. الطبيب قال لي خاصك ديري الترويض ولكن ما عندناش فلوس ديال الترويض، ما عندنا الفلوس ديال الترويض كاع، ما عندنا حتى الترويض غالي بزاف. ان شاء الله غدير الترويض ان شاء الله. هادشي اللي كنتمنى من هاد الناس اللي كيتفرجوا فيا دابا، كنتمنهم يعاونوني ويديروني بحال بنتهم ولا اختهم الصغيرة. ما بغيت حياتي تضيع وانا باقا صغيرة، بغيت نرجع الحياة ديالي، ما قدرتش نبقى هكا واخا مكتوب عليا سيدي ربي ولكن ما قدرتش. غادي تقراي ان شاء الله مازال وغادي تمشي مزيان وغادي تحققي كاع داكشي اللي بغيتي مازال، كوني قوية ان شاء الله وحنا معاك ان شاء الله. هادشي اللي بغيت انا، كنتمنى من الناس يعاونوا والدي على هاد المصاريف ديال الترويض حيتاش غالي بزاف، ماشي كيطلب فلوس بزاف، كيطلب ملايين ماشي فلوس عادية. أنا معاك، أنا معاك وإن شاء الله غنبقى معاك وتولي بخير وعلى خير وغادي تصحي إن شاء الله. الله ييسر لك يا رب، يا رب تشافيك يا رب. مشاهدينا الكرام، والله العظيم إلى أعتقد شرح الواضحة من المفضحات، تتحسوا المتتبعين عارفيني وفي نفس الوقت عارفين الرسائل كيفاش كاينه، وحاول بشتى الطرق باش ما نبينش، ولكن الوضع الله عز وجل اللي عالم. بغيناش هاد البنيه تضيع، عندها مستقبل، حققت انجازات، كانت كتجيب معدلات ممتازه. بعض الاخطاء قلت في الاول اخطاء تعتبر صغيره شيئا ما، ولكن الضريبه ديالها كبيره. هذا هو المآل، هذا هو الصعب. الكلمه الاخيره مغاربه متبعين، يا ربي بجهد الله عز وجل ثم الدعم ديال المغاربه انه هاد البنيه تصح وترجع ونوريوها لهم وهي كتمشي على رجليها. يا رب يا ربي امين. انا الصراحه هذاك هو النهار الكبير عندي، وكان زعما كنشكرهم بزاف يعاونوني في هاد البنيه. الله يسهل عليكم، الله يجازيكم بالخير، الله يخلي لكم وليداتكم ومعز عليكم. الصراحه ما اش نقول لك، عييت عييت الاحساس اللي كنحس به، ربي اللي مطالع به، ربي هو اللي مطالع. صراحه الدريه مألماني بزاف، ما حتى انا بغيت نشوفها واقفه واحد النهار وغدا على رجيلاتها ونفرح بها حتى انا كأم. صراحه الدريه حطماتني ديال بصح، حتى انا ما كرهتش حتى هي تولي بحال البنيات الاخرين. صراحه ما بقيتش كيف كنت، الحياة ديالي تبدلت بزاف، ما نكذبش عليكم تبدلت لي حياتي. والله يجازيكم بالخير، والله يجازيكم بالخير، والله يرحم لكم الوالدين، والله يسهل عليكم، والله يعطيكم ما تمنيتو. الا ما عاونوني في هذه البنيه كنترجى فيكم الخير، كنترجى فيكم الخير، الله يسهل عليكم، والله يعطيكم ما ترجاو. مشاهدينا الكرام، كما تبعتوا معنا قصة صعبة والله العظيم، لأنه التفاصيل ديالها
هاد الام كما قلت في السابق عندها جوج وليدات، عندها الوليد وهاد البنيه كترجى فيهم الخير. الخطا عرفتوه الثمن ديالو الان، الام في الدار البيضاء وكتجي لهذا المركز هنا، المركز طبيعه الحال من حقه حتى هو تيطلب ليه امكانيات كثيره لانه هذا كيبقى حق ديال المركز. ولكن السؤال المطروح في الموضوع، هل للعائله من الامكانيات انها تغطي الواجبات اللي عليها في الترويض ديال هذه البنيه؟ وهذا هو الصعوبه. ضحى تتكلم وكتبكي، لها الامل ولا زالت تطمح للمستقبل، ولكن الظروف لها راي اخر. الله عز وجل ثم الدعم ديال المغاربه. انا غادي نوضع رقم الهاتف ديال الام، وكما اقول دائما لا صله لنا بالشق المالي، المساعده بين المحسنين وذاك المحتاج. يا ربي تقبل الاجر لاي مغربي، اي انسان يساعد هذه البنيه انه ترجع للحياه ديالها وتوقف على رجليها وترجع تقرا. مشاهدينا الكرام، كما عودتكم دائما سوف ابقى ان شاء الله متتبع لهذا الملف، وسوف اوافيكم دائما بالجديد. يا ربي نساعدوا هذه البنيه، وفي نفس الوقت طلب المغاربه نبارطاجيو هذا الفيديو على نطاق واسع من اجل ان تعم الفائده ونوصلوا للهدف. كيفاش نغطيو الامكانيات اللي كتحتاجها هذه البنيه في التطبيب؟ مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن. شكرا لكم.